زوادة اليوم. الله معكم. بخبروا عن أحد الكتاب المؤمنين خلال الثورة الفرنسية والنقمة يلي كانت على الملوك الإقطاعيين، كتب بإحدى الصحف: كل ملوك الأرض بتوصل لمرحلة بتقدم حياتك وبتسفك دمك كرمال، إلا ملك واحد اسمه يسوع المسيح بنصحك تتبعه لأنه هو الطريق، بنصحك توثق فيه منه بتعرف الحقيقة، لا بل هو الحقيقة بحد ذاتها، بنصحك تتبعه لأنه معه بتربح حياتك، هو نبع الحياة، تبعه لأنه هو الطريق والحق والحياة. زوادي بتقلي وبتقلك كل ملوك الأرض الشعوب بتموت كرمالن، إلا ملك الملوك مات كرمال شعبه، لأنه خير أن يموت واحد عوضا عن الأمة، لأنه هو طريق الحق يلي بتوصل للحياة. والله معك.